في عناوين النشرة، بطرس حرب يهدد بالخروج من الحكومة. بدعي الحكومة كلها سوا، يعني عم تدعي الحكومة للاستقالة لئلا نكون شركاء في ضرب النظام السياسي في هالبلد. جسر يجمع حزب الله والقوات عند ريف الضاحية. اضطرنا للموضوع الرئاسي، رئاسة الجمهورية، وخاصة انه في مرشح مشترك. في حرب اللعنات، استبدال عماد بعماد ورفع علم التيار على منزل الشبطيني. ملعون يلي بيخرب البلد، ملعون يلي ما بيخلي رئيس جمهورية يوصل على مركز رئيس الجمهورية. بيروت تنقل نفاياتها إلى المتن هدية للكتائب والتشنيط. هو ضغط لحتى اللي بالآخر تجي تخالف القوانين الدولية وتطمر البحر. حزب الله يضع الأزمة عند الإخوة الأعداء ويعلن أنه مبتلي. نحن مبتليين بحزب المستقبل. وفي النشرة، ليلة حشدت جوليا. مساء الخير. الحكومة المعطلة جزئيا واجهت اليوم ما قد يهز مستقبلها ويحولها إلى حكومة تصريف أعمال، بعد إعلان وزير الاتصالات بطرس حرب للجديد أنه سينسحب منها إذا استمر الوضع على ما هو عليه، رافضا الاستمرار في مرحلة شهود الزور. وبخطوة حرب هذه، تكون الميثاقية التي أمنها وزراء اللقاء التشاوري قد بدأت بالنفاد، في وقت تواجه البلاد أزمات متشعبة، بينها ملف النفايات الذي يحضر غدا على طاولة لجنة المال. وإلى هذا الاجتماع تم دعوة أركان الدولة المعنيين، إضافة إلى مجلس الإنماء والإعمار، لمناقشة قضايا التلزيمات والعقود والصفقات المخالفة للقانون. وعزفا على القانون الميثاقي وعلى أرض جنوبية صلبة، تبادل حزب الله والتيار الوطني اليوم غراما لافتا، فأشاد الحزب بصبر التيار على الإقصاء السياسي المزمن، وأبرق جبران باسيل من بنت جبيل إلى شهداء الحزب في سوريا برسائل شد العزائم. وعلى مرمى حجر من أرميش جاءت التغذية بالتيار السياسي من عيناتا عبر النائب حسن فضل الله وإعلانه عن فريق لا يريد القبول بالشراكة الحقيقية، معلنا أن حزب الله ابتلى بحزب المستقبل، حيث إن من يعطل البلد اليوم هو عدم حسم أصحاب الاتجاهات في حزب المستقبل من المعاندين والمكابرين والمزايدين والمنافسين والمشاخبين لخيارهم في القبول بالمسار الطبيعي بانتخاب الجنرال ميشيل عون رئيسا للجمهورية، لسيما أنه هو صاحب الحظوة الأكبر في الوصول إلى سدة الرئاسة. وبدأ أن حزب الله على خطاب واحد في يوم أحد، إذ تحدث النائب نواف الموسوي عن الإخوة الأعداء في تيار المستقبل والذين يعطلون الحل، لكن الموسوي دعا الرئيس سعد الحريري إلى المضي في مسار الانفراج الذي بدأه تجاه الحزب ومن دون إطالة، والمفاجئ في مسار الانفراجات من حوار بين الحزب والقوات تمثل في عشاء على جسر عند ريف الضاحية. لكن النائب شان جانجانيا الذي التقى النائب علي فياض وضع الانفتاح هذا عند حدوده الدنيا. أكد وزير الاتصالات بطرس حرب من برنامج الأسبوع في ساعة أنه إذا استمر التعطيل في الحكومة سينسحب من مجلس الوزراء.
أنا من هلا عم بقول إذا استمر الجو على ما هو عليه لن أبقى بالحكومة، وأدعو دولتك إلى استقالة، لأنه نحن منكون عم نساهم، منكون شركاء في ضرب البلد والنظام السياسي. هذا رأيي. أنا ما ممكن ضل شاهد زور على ما يجري. في مهلة معينة؟ يعني طبعا المهلة الزمنية هي بتحكم فيها شو الظروف، وإذا لقينا أنه الحقيقة رايحة الأمور على صعيد تصعيدي مثل ما عم نسمع اليومين، أكيد المهلة بتقصر كتير. وأنا شخصيا الحقيقة بدي أشوف شو بدي يصير من التطورات. إذا بدنا نضل خاضعين لهذا الابتزاز السياسي اللي ما بحياته لبنان شهدوا، أنا ما رح أكون شريك أبدا بهالقصة. أنا بفضل مليون مرة أنه نحن معلش لو مجلس وزراء بطل يجتمع، لو تحولت الحكومة لحكومة تصريف أعمال، تفضل مليون مرة صرف أعمال شؤون البلد، ومعلش توقف بعض القضايا والمصالح مثل ما عم نشوف، ما أنه يسقط البلد نحن نكون ساهمنا بصورة مباشرة أو غير مباشرة بإسقاط البلد ويضرب مستقبل أولادنا وشبابنا. عم تدعي حضرتك رئيس سلام للاستقالة؟ عم بدعي الحكومة كلها سوا يعني عم تدعي الحكومة للاستقالة لأن نكون شركاء في ضرب النظام السياسي في هالبلد وفي ضرب مستقبل اللبنانيين. وبالنتيجة أنا بعتز وبفتخر أنه شامل روكز وأنت النورين وخير الضباط الشعب اللبناني، ولو أنه أحسن تصرف التيار الوطني الحر كان عمل قائد جيش شامل روكز. وفي موضوع الإنترنت غير الشرعي، أكد حرب أن الحماية السياسية سقطت منذ زمن عن المدير العام لأوجيرو عبد المنعم يوسف، ولأجل ذلك الرجل يعاني. طلع بالنتيجة اكتشفنا شبكة طويلة عريضة، والغريب بالموضوع وهذا اللي لازم الناس تعرفه أنه في قسم من اللي هني عاملين هذه الشبكة هني ذاتهم اللي كانوا عاملين الشبكة مع إسرائيل سنة 2009. ومن ثم الأخطر أنه في أحد الموظفين آنذاك بالوزارة أعاد سلم الآلات المصادرة آنذاك للمدعى عليهم، وبالتالي عندما كشف الأمر أعيدت الآلات من بعد ما تسلموها، ومن ثم هو بقي بوظيفته. أبلغنا مدعي العام المالي، نائب العام المالي، أنه استمع لإفادة السيد ميشيل مر، وأنه طلب منا نحن كوزارة نزوده بمستندات تتبرر شو نعطي، ياخذ فكره ثابته عن نوع وعدد التخابر اللي كان يصير. ونحن الحقيقه طلبت من الوزاره تزود النيابه العامه الماليه بهذا الامر. بس انا اللي بدي اقوله، وهون بدك تسمح لي بس تروق علي تقول اللي بدي اقوله. انا تمنياتي حولت ملف استوديو فيزيون للقضاء. اجاني التقرير انه اكتشفوا كذا كذا كذا، اللي هو قضيه انا برايي مكشوفه فاضحه. طلبت من الوزارة قبل ما حولت شيء يعملوا تحقيق كأنه في غير نمر ترتكب الشيء زين. الحقيقة بعد أسبوع رفعوا لي تقرير أنه هذا ما اكتشفوا في نمر أخرى عم تستعمل هذا الأمر. لا حولت لا، وطلبت استمرار التحقيق لمعرفة إذا كشفنا أي رقم أو أي مشترك أو أي إيوان عم بيستعملوه لهذه الغاية أن نحوله للقضاء. يعني ما نقينا ولا عم صفي حسابات، نحن في اكتشفنا واقع عم نشتغل عليه، وأنا واجباتي أعمل هيك. وإذا ما عملت هيك كون أنا عم بخفي عن الرأي العام وعم بغطي شيء عم بيصير مخالف للقانون، وفي هدر أموال للدولة اللبنانية عم بغطي. نعم. يقال أنه الوزير بطرس حرب يدافع عن هذا الكلام. هذا الكلام في تجني. هذا الكلام مش صحيح. هذا الكلام الحقيقة القصد منه سياسي. عبد المنعم يوسف موظف بالوزارة وغيره موظفين بالوزارة، في ادعاء عليهم أمام القضاء. قبل ما القضاء يقول كلمته، أنا من واجباتي دافع عن كل موظفيني، مش دافع عنهم بمعنى أحميهم، لا، إنه أحترم موقعهم. النهار اللي بيصدر قرار أو بيثبت عليهم شيء أنا أول مدعيينكم، بس ما حدا يطلب مني أنا إنه مبعوت في موظف بالدولة بيسترجي يعمل شيء، لأنه القصة بتصير سياسية. إذا الموظف بالدولة اللبنانية ما شعر إنه المسؤول عن وزارته هو عم بيحترم القانون. ردا على المعلومات الصحفية التي قالت إن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جملاط غادر لبنان نهائيا للعيش في الخارج، كتب جملاط تغريدات عدة على تويتر مرفقة بصور له ولنجله تيمور وعائلته ومعهم الوزير وائل أبو فعور، قائلا: أنا مع تيمور في كورسيكا، لا في أحزاب ولا أمن ولا سياسة ولا رئاسة ولا من يحزنون. وأضاف: راجعين طمنوا بالكن، ناموا على حرير وبيوتكم مفتحة. بالمناسبة راجعين كلنا، الله يستر مش رح يبقى باب. وائل راجع كمان، راجع 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 يتعمر لبنان. عشاء سري جمع النائبين شان جانجانيان وعلي فياض، والانتخابات أبرز الأطباق. بقدر ما توجد نقاط اختلاف بيننا كقوات لبنانية وبين شركائنا في حزب الله،
بقدر ما توجد نقاط تشابه. بعد سنوات على كلمات النائب ستريدا جعجع، لا يزال العمل جاريا على محاولات مد الجسور بين الطرفين، والتي أتت أبرز ترجماتها بترشيح القوات للجنرال عون لرئاسة الجمهورية. لقاءات بين الطرفين التي اقتصرت على الاجتماعات في غرف مجلس النواب خرقها تسريب صورة من عشاء سري جمع النائبين شانت جنجانيان وعلي فياض في مطعم بريدج قرب نادي الغولف، لتشتعل معه التحليلات حول أسباب هذا اللقاء وما دار في خلاله. جمعنا صديق مشترك على مائدة العشاء، كانت جمعة ذات طابع اجتماعي وما في أي أبعاد أخرى لها، يحكينا أمور لها دخل بالمجلس وأمور تانية وأراء شخصية. نائب القوات الذي يرفض إعطاء اللقاء أي بعد سياسي يؤكد أن النقاش كان حاضرا وإن كان عاما، وقد اقتصر على تبادل وجهات النظر حول ملف الانتخابات، مؤكدا أن ملف الرئاسة مر مرور الكرام. حكينا سياسي عامي عن وضع البلد وعن أمور سياسية عامة، حكينا عن الموضوع يلي هو موضوع الساعة، عن الانتخابات وقانون انتخابات، وطلعت منه عن رأيه بقانون المفضل بالنسبة للقانون، كمان طرقنا للموضوع الرئاسي، رئاسة الجمهورية، وخاصة أنه في مرشح مشترك بيننا وبين حزب الله، وهذه هي أمور يمكن أراء شخصية. أما عن أبرز نتائج هذا اللقاء فقد حصرت بالانطباعات الشخصية، وإن كانت مصادر الجديد قد أكدت أن أبرز النقاشات دارت حول موضوع ولاية الفقيه التي ينزعج حزب الله من زجها في معرض الانتقادات الداخلية التي يتعرض لها. دكتور فياض لأنه إنسان عجب بثقافته السياسية والاجتماعية، وشخص تقعد معه يمكن بيغنيك بأفكار. إذن خطاب فترشيح للجنرال فعشاء سري وأعجاب، فهل يشكل لقاء البريدج جسرا حقيقيا بين قطبي السياسة اللبنانية؟ حسان الرفاعي، قناة الجديد. حرب لعنات بين الوزيرة أليس شبطيني ورئيس التيار الوطني الحر. ملعون من الله كل من يحاول اقتلاعنا من هيدي الأرض، وملعون منا كل واحد بيحاول يقتلعنا من رئاسة الجمهورية ليجيب رئيس غير مسائي. اللعنة باللعنة والبادي أظلم، هكذا ترد وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني على الهجوم الذي شنه وزير الخارجية جبران باسيل، على أن حرب اللعنات تجاوزت إطار الردود بعيدا من السرايا هذه المرة، وفي جبيل تحديدا وعلى مقربة من منزلها تلقت الوزيرة شبطيني ردا عونيا من نوع آخر، إذ عمد عدد من الشبان على زرع علم التيار الوطني الحر على شرفتها. وعلى مقربة من المنزل وفي رسالة واضحة لشبطيني كان هذا المشهد: من هو الملعون إذن؟ ملعون يلي بيخرب البلد، ملعون يلي ما بيخلي رئيس جمهورية يوصل على مركز رئيس الجمهورية. لكن لماذا اتخذت الوزيرة الشبطيني صفة الرد الشخصي دون سواها من الوزراء المعنيين باتهام باسيل؟ والله ما بعرف إلا هالأمية، أنا صريحة وأنا بقلب مجلس وزراء بحكي ذات الكلام، أنا كانت ردة فعل على هالكلام ما بيصير. شو نحن ما موجود عم يدافع عن حقوق المسيحية؟ ما في كلمة ملعون بديننا، لا بقلب الإنجيل ولا شو حاطت حاله محل الله يعني لحتى يجوا يقولوا ملعون. تشدد شبطيني على أنها غير خائفة من أحد، متهمة التيار الوطني الحر بالاسم بالتعرض لمنزلها ولنصب الرئيس السابق ميشيل سليمان. أنت تتهمين التيار الوطني الحر بالقيام بمحصل؟ أكيد أكيد أكيد، مين نزل لك أنه هون وشاحت منزلت شفت وصورت شاهدتين حد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل حطين أسود على سليمان وحطوا محل عون فوق منا. أنا ما بتمنى للعماد عون من هلأ ينحط اسمه بالأسود على بلاطة، أنا ما بتمنيها أبدا ولا بهالطريقة. العماد ميشيل عون بتمنى يصير رئيس جمهورية بالانتخاب ومنحطه على راسنا مش على الحجر ولا حجر مخرطش أسود. أخيرا وبعد تبادل اللعنات تختم الشبطيني حديثها هذه المرة بنصيحة لا بلعنة. الوزير باسيل مع احترامي له هو يلي بلش بالكلام،
عم يقول 94% ونحن ما بدنا ونحن حقوق المسيحيين وكرامتنا وكرامة المسيحيين. جاوبت وقلت أنا وفاتي بمجلس وزراء، وفيما بعد تاني يوم طلع ملعون يلي بيحضر جلسة أنا عم جاوب على الوزير جبران بسيل اللي بعدني بعتبره خي صغير أو ابني، لأنه بعد ناقصه كتير من الخبرة السياسية، مش هيك؟ ماشي ضروري رشد، خبرة سياسية. أنا ما بقرب على العماد عون لأنه ما ظهر لي منه شيء، لحتى في ناس علقوا قال ما هيك علمنا العماد عون إنه نسب، ما هيك علمنا العماد عون إن نتعاطى مع الناس، معناها إنه في ناس بيتميزوا. بعد صمت طويل ومجاهرات أطول، يبدو أن الرئيس السابق ميشيل سليمان وفريقه ما عاد في استطاعتهم الالتزام بإعلانهم ولو مرغمين، إذ ينص إعلان بعبدة في بنده الأول على التزام نهج الحوار والتهدئة الأمنية والسياسية والإعلامية. آدم شمس الدين، قناة الجديد. حصار على أهالي منطقة المتن، إما الخضوع لخطة الحكومة وفتح مكابر شحمود، وإما انتشار القمامة على طرقاتها. نفايات المتن وجدت مرقدها تحت العلم اللبناني، وباتت نفاياتها المكدسة إشارة تدل على أنك في المتن، قلب لبنان النابض التي شوهته التجاذبات السياسية والخطط البيئية غير السليمة. ففي بيروت فرغت المستوعبات من نفاياتها وشوارعها أزهرت بنظافتها، أما المتن وأهلها الرافضين خطة النفايات التي أقرها مجلس الوزراء، وبعدما فضح رئيس حزب الكتائب سامي جميل المستور وأكد والطاشناق رفضهما مكب برج حمود، كان الجواب امتناع شركة سوكلين عن رفع نفايات المتن ووضعها تحت ضغط عشوائية القمامة على الطرقات أم السير في المكب. نالت المنطقة قصاصها إذن، وتكدست نفاياتها على شكل مكبات تتنقل وتنتشر على كامل طرقاتها. فيك تفهمي أنه كل أمور هو ضغط لحتى اللي بالآخر تجي تخالف القوانين الدولية وتطمر البحر، لا بالآخر مشاريع مشبوهة عقارية 600 ألف متر، في حين أنه لو بدنا عن جد نطمر كل عوادم المنطقة يلي موعودين هن 1200 طن بيجوا، كنت ما بتتجاوز 6000 متر. يعني منتأسف انه سوكلين تكون عم بتخيرنا بين انه نشم الزبالة حد بيوتنا او نشم الزبالة على ساحل المتن لمدة 15 سنة. منتأسف، نحن منا عملية ضغط، نحن يا ريت منتفاهم مع بعضنا، لانه الشغلة بدها تضافر كل الجهود، ما حدا عم بيضغط على حدا. اصوات الكتائبيين واهل المتن المعارضة قابلها إصرار الحكومة في جلستها الأخيرة على المضي في خطتها وتأكيد الثقة برئيس اللجنة الوزير أكرم شهيب. وبين مطرقة مكب برج حمود وسندان النفايات على الطرقات، الضحية الوحيدة هي أهالي المتن. لازم يخلصونا منهم، ما عم نقدر نقعد برا، ما نضل قاعدين جوا ليل نهار، إذا قعدنا برا الروايح بتقتلنا. ما حدا عم بنظف كل زبالة، شو بدنا نطلع وطلع طلعوا جبل زبالة، صار لها خمسة أيام هيك. هلا إذا قبلنا ببرج حمود، حمود لخمسين سنة لقدام. وإذا ما قبلنا بدني يموتونا هيك بهي الطريقة. عم يضغطوا وبدني يقبلوا أهل المتن إجباري. بكرة بتشوفي. أزمة الثقة أنتجت حالة كباش بين المواطنين المتنيين والحكومة، فهل تستمر الحكومة في خطتها ويعاني المتن معاناه أهالي النعمة على مدى عقدين؟ رواند أبو خزام، قناة الجديد. العميد شامل ركز في مسيرة جبلية من دون البزة العسكرية في السباق السنوي الأول لجمعية سباق القمم التي أسسها استكمالاً لمسيرته في فوج المغاوير. في وقت تتوزع فيه رقعة الحرائق الإقليمية وترتفع سحب دخان سياسية على الساحة المحلية، كانت نيران من نوع آخر توقد في قناة بكيش تحت أنظار عميد مغوار دخل الحياة المدنية قبل عام من الآن. الحدث هذا تحت عنوان جبالنا حلوة مشوا معنا، وهو موعد سنوي يهدف إلى تحت الفرصة أمام الشباب اللبناني للتعرف على طبيعة لبنان، ويفسح في المجال أمامهم للتعارف والتعاون ضمن بيئة لبنان المتنوعة.
هذا الجو لأول سنة غير فيرسيون السنة، لأنه صرت مدني من سنة الماضية، بس هيك بفرح كبير وبسط إنه عم نعمل هذا الإيفنت نكمل الظروف اللي مرت معنا قبل، يعني استمرارية للروحية اللي كنت عايشها بالمؤسسة العسكرية. مشروع سياسي وراء هذا الإيفنت اللي عم نشوفه؟ مشروع سياسي أكيد كله بيرجع للسياسي، بس موضوع وطني يعني. بس تركت البدلة العسكرية، قلت ما الأمور ما بتقتصر على البدلة وعلى المركز وعلى الوظيفة، بتقتصر على الروحية وعلى النفسية وعلى الخلفية اللي بدي أشتغل فيها لمستقبل البلد. راعي السباق العميد شامل روكوز يرى في المسألة استمرارا لعمله داخل المؤسسة العسكرية لخلق بيئة وطنية بعيدة عن الاصطفافات والتعصب. الحدث الرياضي الجبلي لا يقتصر على الهدف الرياضي. قلت لهم هذا بالنسبة لهم تحدي، انه يكونوا متمردين على كل شيء خارج اطار المواطنيه والوطن الصحي. انا حشوفك بعمل سياسي على الارض فعليا، برات هذا الشيء اللي عم تشوفه هلا كله بوقته ان شاء الله خير. اكيد هذا بده يمد لمحلات انه بس تحكي بوطن ومستقبل الوطن وتركيبه وطن، انه اكيد فيها سياسه من بدك تجيبه. انا حشوف العميد روكوز مرشح على الانتخابات النيابيه هلا بعدين عم نحكي فيهم ان شاء الله بالرياضه. خلينا هيك مثل ما قلت لك بصفاوت الناس وبنقاء الطبيعة والبيئة الموجودين فيها نحن، بعدين كل شيء له وقت وديك بنحكي فيه. هل أنت مع إسقاط الحكومة اليوم وتأسيس مؤسسات من أول وجديد؟ لا مش هذا الموضوع. أنا مع انتخاب رئيس جمهورية أو يخلص البلد قبل ما نحكي بالحكومة. الحكومة عم تعمل شغلة وإن شاء الله بيكون أحسن وأحسن، بس المهم رئيس يخلص البلد يكون بمستوى التحديات المطلوبة لخلاص البلد. انتهت المسيرة الجبلية، لكن المسار الوعر في السياسة اللبنانية لا يزال في بدايته. وبالنسبة لرجل عايش أزمنة عسكرية سياسية صعبة بنى خلالها حيثية شعبية واسعة، فإن الحياة المدنية لن تحول دون توسيع هذه الرقعة لدخول المعترك السياسي من أوسع أبوابه الشعبية. باسل العريضي، قناة الجديد. النائب حسن فضل الله يفند تيار المستقبل ويقسمه إلى أربعة. رد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله الأزمة السياسية إلى حزب المستقبل. كلام النائب فضل الله جاء خلال رعايته حفل تكريم الطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية في بلدة عيناتة بحضور عدد من رجال الدين وفعاليات وشخصيات تربوية وثقافية واجتماعية. نحن مبتلين بحزب المستقبل، نحكي الأمور مثل ما هي. رح أقول أربع مصطلحات هي موجودة داخل أفرقاء هذا الحزب: المعاندة والمكابرة والمشاغبة والمزايدة، وبضيف والمنافسة فيما بينهم. كلما تقدمنا خطوة لمعالجة الأزمة الداخلية يأتي من داخل هذا الحزب من يصر على المكابرة ويعاند الحقائق، بيجي فريق آخر بده يشاغب، بده يعطل على حدا تاني عنده، بيجي فريق فيه بيعمل مزايدات على وقود جمهور، وفريق آخر بينافس بعضه مين بده يجي محل التاني. حقيقة هذا هو ملخص الأزمة بالبلد. الكرة الآن في ملعب تيار المستقبل، هو بيقرر إذا بده يحل المشكلة بالبلد أو ما بده يحل المشكلة. ونحن بنعرف أنه هو أيضاً ناطر القرار السعودي، والسعودية مشغولة الآن بحروبها في اليمن، وعمول حروبها لأنه فتحت عليها جبهة ما راح تعرف تطلع منها. وأكد فضل الله أننا قد دعونا حزب المستقبل سراً وعلانية إلى الجلوس مع الجنرال عون والتحاور معه لحل مشكلة رئاسة الجمهورية، ولكن حتى الآن هناك سياسة إدارة الظهر التي ندعو جميع مكونات الحكومة إلى عدم اعتمادها لمكون أساسي في البلد. باسيل يجول على القرى الحدودية في قضاء بنت جبيل ويقول لن نغيب لا عن المؤسسة الدستورية ولا عن أي ساحة في هذا البلد. أعلن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أن حزبه سيمنع التمديد للمجلس النيابي بالشارع هذه المرة،
وهذا الكلام ميثاقي لأن الميثاق يصنعه ناسه ويخل به أناس آخرون. وقال في خلال جولته على عدد من القرى الجنوبية إن القصة اليوم ليست بالتمديد لضابط بل لوضع لا يمكن الاستمرار فيه، ولا توحدنا إلا المساواة التي تقوي جبهتنا الداخلية. أنا بدي أسأل شركائنا بالوطن، حركة أمل وحزب الله، بيعتبروا في نسائية إذا مثلهم عقاب صقر وغازي يوسف؟ وبدي أسأل تيار المستقبل، وبغض النظر عن الناس برجع بقولكم، في نسائية بيعتبر هو إذا مثلوا خينا النايب قاسم الهاشم وكامل الرفاعي أو وليد سكرية بيكون في مسائية بالبلد؟ إذا كان في مسائية فيهم نحن، فإذا من هلأ منقبل أنه بالحكومة قليص الشبطيني ونبيل دفراج بيعملوا مسائية. فالقصة بدهم يفهموها معنا منيح، أنه منا قصة تمديد لضابط أبدا، نعرفهم بغلطوا هيك وأكثر. القصة قصة تمديد لوضع نحن ما بقى فينا نستمر فيه، لا بكرامتنا ولا بلقمة عيشنا لا بكهربائنا ولا بمائنا. في لبنانيين اليوم عم بيموتوا عنا بمواجهة الإرهاب، ونحن بعدنا عم نحرم بعضنا من حق الوجود بهيدا البلد. مش منتبهين انه داعش جاي ياخدنا كلنا سوا؟ مش منتبهين انه إسرائيل وقت اللي صار لحظة انه بتنقض علينا بتنقض علينا؟ وأكد باسيل أننا نريد أن نعيش في كل قرانا متفاهمين، ولهذا أقمنا تفاهمنا مع القوات وسننتصر على منطق الكراهية. النائب نواف الموسوي ينصح تيار المستقبل بقراءة رواية الأخوة الأعداء، ويدعو الحريري إلى المضي في مسار الانفراج باتجاهه. دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي الفريق الآخر إلى التوقف عن سياسة الحرمان بحق التيار الوطني الحر، وفي كلمة ألقاها خلال رعايته حفل تكريم الطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية في بلدة طير دبة، قال الموسوي: إننا نشجع رئيس تيار المستقبل على المضي في مسار الانفراج الذي بذله، ولكن من دون إطالة، لأن لبنان لا يتحمل وقتا أطول من الوقت الذي يتحمله. في غياب الحزم من القيادة الإقليمية القيادة الدولية لتيار المستقبل، وفي غياب القرار لدى القيادة الإقليمية لتيار المستقبل، يدور صراع الإخوة الأعداء في هذا التيار. لبنان ليس معه الوقت الكافي لأن يواصل مشاهدة فصول رواية الصراع بين الإخوة الأعداء في تيار المستقبل على من يكون رئيس للحكومة. هناك من يتقاتل بصورة شرسة لكي يمنع فلان من الوصول إلى رئاسة، أو لكي يفتح طريقه هو للوصول إلى رئاسة الحكومة. نحن ندعو اللبنانيين إلى اختصارها أن يسمع منا تيار المستقبل وقيادته، أن يسمع منا تيار المستقبل وقيادته الدولية والإقليمية تقليص رواية الإخوة الأعداء بأهم فصل منها، فصل المفتش الأعظم. وسأل الموسوي: إلى متى ستستمر سياسة إلغاء التيار الوطني أو السعي للقضاء عليه أو العمل لحذفه وإحراجه من أجل إخراجه؟ صفحة أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير. لدى رعايته حفل تكريم الطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية في بلدة القنطرة قضاء مرجعيون، دعا النائب المودد علي فياض إلى عدم ربط استمرار الشغل الرئاسي بانعقاد جلسة نيابية، آملا بالوصول إلى قانون انتخابي في غضون شهرين. يجب أن يخرج الجميع من قاموسهم السياسي كما من أذهانهم فكرة التمديد للمجلس النيابي مرة أخرى. نحن نحتاج على المستوى السياسي أن نستغل هذين الشهرين المقبلين كي تتضافر الجهود بين كل القوى السياسية في سبيل الوصول إلى قانون انتخابي جديد.
في حفل تكريم على شرفه أقامه ربيع الرفاعي في بعلبان قانون انتخابي جديد. آن الأوان ليكون هناك رئيس جمهورية ويكون هناك قانون انتخابي جديد ونهتم أن نصل للانتخابات القادمة بدون حجج. التقى وزير الأشغال العامة غازي زعيتر وفدا من عمال البناء من منطقة بعلبك الهرمل، طالبه بإطلاق يد البلديات لإعطاء التراخيص اللازمة ليتسنى لهم العمل وفق القوانين المرعية الإجراء بعيدا من الملاحقات الأمنية. ووعد زعيتر بنقل المطالب إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية، لأن المشكلة ليست محصورة في بعلبك الهرمل إنما في كل المناطق. دعا مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي خلال حفل تأبيني في بوداي الحفير غربي بعلبك إلى حفظ كرامة وحقوق المنطقة ونبذ كل من يستهين بأمنها وكرامتها من قبل عائلته وعشيرته ورفع الغطاء الأمني عنه. في خطوة تشجيعية للنموذج الشبابي الذي يمثله ويعمل على إنجاحه في المنطقة، كرم رئيس دائرة المختارين في وزارة الداخلية مدحت زعيتر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر بمأدبة غداء في بلدة رياق. من مدة قليلة ما كان حدا بيسترجو يطلع على بعلبك. اليوم أنا مسرور جدا لما تلقيت اتصال من سعادة المديرة العامة عليا عباس مديرة العامة لوزارة الاقتصاد وبتبشرني أنه محافظة بعلبك الهرمل حققت أكبر نسبة نمو بلبنان. الأمور من حسن إلى أحسن. ناشد النازحون السوريون في مخيمات يونين البقاع الشمالي المسارعة إلى إنقاذهم صحيا وبيئيا من براثن الأمراض التي تفتك بهم نتيجة انعدام النظافة بسبب شح المياه وامتلاء الخزانات بالمياه الآسنة، ما أدى إلى انتشار الجرب والقمل في مخيماتهم. شايفوا جرب، وهاي ابني شايفوا دحك الجرب، شايفوا صالم 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 عالجوا شي 20 يوم لحد ما قاعد يروح جرب من قلة المي والحمامات من الريحة، كلها من الريحة عم تجي يعني. اندلع فجرا حريق على سطح مبنى مجمع آيشتي في جل الديب من جهة الطريق البحرية، حيث كان يجري العمل على وضع المواد العازلة للنشي والحرارة، وتمكن الدفاع المدني من العمل على إخماده. عدد ضحايا عمال البناء يفوق عدد مفتشي وزارة العمل، والورش تفتقد معايير السلامة العامة. تحقيق للوحدة الاستقصائية في قناة الجديد. أجر زهيد يتقاضاه ما يقارب 20,000 عامل بناء في لبنان وثلاث أضعاف هذا العدد من العمال الأجانب، إلا أن ظروف العمل القاسية باتت هي الأخرى عبئاً إضافياً عليهم، كالاستهتار بحياتهم وغياب التأمين ومعايير السلامة العامة التي أدت إلى وفاة أكثر من 100 عامل بناء في السنتين الأخيرتين بحسب إحصاءات قوى الأمن الداخلي. أخذوني على المشفى، في أحد الدكاترة قال لازم ينامها بالمشفى، قالوا لا ما في شيء، خلاص أخذونا الورشة ونيموني بالورشة. 6 أيام وأنا نايم بالورشة عبارة عن باخذ مسكنات، بدي نام مش قادر نام نهائيا. العامل السوري سامي رمضان البالغ 27 عاما كان ضحية الاستهتار بتأمين أبسط معايير السلامة العامة. قلت له أستاذ أما يقولوا هي إنه عطب دائم مدى الحياة، شو بدي أعمل بحياتي أنا؟ قال لي ما تعت الهم، نحن متكفل فيك وراح نشغلك ونحن مسؤولين عنك، روح مضي براءة ذمة لشركة. رحت مضيت براءة الذمة وبعدين صرت أدق لهم ما عاد حدا بيرد علي. قمت بالمحكمة دعوة بال 2014، هاي المحكمة لحد اليوم بال 2016 ونحن مش قادرين ناخذ لا حق ولا باطل من هاي المحكمة. ايدي هلا صار فيها انه ما عاد فيها قوة نهائيا وبتنمل وفيها رجفة، كل ما بشد العصب بتصير فيها رجفة وما فيها قوة نهائيا، والكوع عندي تكسر. اتفاقيات وتوصيات عديدة حددت معايير السلامة العامة والصحة المهنية لكنها لا تطبق. نحن ما في يوم بيمرق بدون حد أدنى 10 حالات كبيرة مش صغيرة، عم نحكي بمنطقة بيروت.
احد بالمفاوضات باحد الشركات انه هو يموت عنده خمسة بالشركة بضل ارخص من انه يعمل هذه الشروط السلامة المهنية. بيجي بيعمل بوليس التأمين على ثلاثة او على خمسة او باحسن حالات على 10 عمال بدون اسامي، انه للي بيوقع للي بيصيبه شيء بنحط له اسمه. فأين وزارة العمل من هذا الواقع؟ لا، ما فينا يعني نعمل دراما هالقد من الوضع. في حوادث عم بتصير، ولكن الحوادث لا تزال قليلة، ولكن وزارة العمل ما عندها بكل صراحة الطاقم الكافي لمواجهة هالمشكلة هيدي. وأنا فيني أقول لك أنه عدد الحوادث يلي عم بتصير أثناء العمل يوميا يفوق عدد المفتشين الموجود بوزارة العمل. هذه هي بعض مستلزمات السلامة العامة والصحة المهنية. أما الكوميديا السوداء فهي حين يرفض الوزير وصف واقع عمال البناء بالدرامي، ثم يخبرك بأن عدد حوادث العمل اليومية يفوق عدد مفتشي الوزارة. ليال بوموسى، قناة الجديد. بعد الإعلان القديسة تيريزا. أهلا بكم من جديد. العميد محمود عيسى الملقب باللينو يكشف من برنامج الحدث ألا وجود لتنظيم داعش في مخيم عين الحلوة، وأن رسالة القوى الأمنية اللبنانية للفصائل الفلسطينية كافة واضحة: سنحارب الإرهاب أينما وجد، داعيا إلى وقف العمل وفقا لنظرية الأمن بالتراضي. فكرة التلويح دائما بضرب مخيم عين الحلوة أو مؤخرا بضرب هذا المخيم كانت حقيقة أم تهويل؟ أنا بقول يعني أنتوا كان عندكم معلومات أنه فعلا حتى نكون واقعيين تحديداً هو الإرهابي لضرب هذا المخيم. الحقيقة أنا بقرأها بالاتجاه التالي، أنه هي رسائل للفصائل الفلسطينية مجتمعة. عندنا 17 فصيل مشكلة منه قوة أمنية مشتركة، في لجنة أمنية عليا اللي هي قيادة سياسية المفروض تتحمل مسؤولياتها. رسالة لإله، كان في هذا التهديد تفضلوا انه اذا ما تحملتوا واضح واضح عسكري. اللي بدي يقرا الرساله واضحه، ورساله العماد واضحه. يعني ممكن عماد قائد يمكن الجيش. نعم قائد الجيش العماد كانت رسالته واضحه باتجاه انه احنا عملنا مقاربه مختلفه وعم نفكفك بعض المطلوبين اللي ممكن يستغلوا. وهي كثير خطوه ايجابيه وممتازه، ولا قلت لك بالسابق قلت لك لا ترحيب كتير عالي وممتاز من كافة شرائح مجتمعنا، لذلك بده يقابلها شيء إيجابي. احنا ما بدنا قوة أمنية مشتركة عارجة أو عايزة إنه تأخذ قرار، هذا ما بصير. يعني بصير بلاها أفضل من عدم وجودها، من وجودها. أي مجموعة كانت تحت أي عنوان كان بدها تعتدي على الجيش أو تعتدي على الجوار أو تتدخل بالشؤون الداخلية اللبنانية لاعتبارات ما، إحنا حنواجهها مهما كلف الأمر. غدا مقتل أول جندي تركي منذ انطلاقة حملة درع الفرات في جرابلس السورية. تركيا تصعد غاراتها على أهداف كردية وأخرى لداعش في المدينة، والجيش الحر يستولي على بلدات عدة فيها. في اليوم الخامس للحملة العسكرية درع الفرات التي أطلقتها تركيا في جرابلس السورية الحدودية ضد تنظيم الدولة داعش، قصفت الطائرات والدبابات التركية أهدافا للتنظيم في قرية جب الكوسة وبلدة العمارنة جنوبي جرابلس، ما أوقع العشرات بين قتيل وجريح بينهم مقاتلون أكراد وفق المرصد السوري المعارض. ولم تسلم مناطق شمالي منبج الواقعة جنوبي جرابلس أيضا من غارات المقاتلات التركية، على الرغم من أن قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع الأكراد
تمكنت من الاستيلاء عليها وطرد مسلحي تنظيم الدولة منها. وترافق القصف الجوي والمدفعي التركي مع سيطرة قوات المعارضة السورية على 6 قرى في محيط مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، حيث شاركت قوة مؤلفة من نحو 200 من أفراد القوات الخاصة التركية إلى جانب مقاتلي الجيش الحر في المعارك. وتتطلع المعارضة المسلحة المدعومة من تركيا إلى السيطرة على مدينة منبج، لا سيما أن عناصر التحالف الكردي قوات سوريا الديمقراطية لم تخل مواقعها، ولكن قامت بالتحصين وفق مسؤول فرقة السلطان مراد التابعة للجيش الحر العقيد المنشق أحمد عثمان. وفي السياق تحدثت المعارضة عن سيطرة فصائل الجيش الحر المدعومة من تركيا على بلدات الخرب والحجاج ونزل الحسين والمغاير، أي قرق مغار جنوبي مدينة جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي، إثر اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية. كما سيطرت فصائل الحر على بلدات الشيخ يعقوب وكرسنلي وعياشة شرقي بلدة الراعي في ريف حلب الشمالي إثر اشتباكات مع تنظيم داعش. هذه التطورات جاءت غداة فقد القوات التركية أول جندي لها في سوريا وجرح 3 آخرين، وحملت وحدات حماية الشعب الكردي المسؤولية. وفي الداخل السوري حيث تتواصل مآسي الحرب وويلاتها، أثار مقطع فيديو لرضيع مشاعر السخط والألم لدى كل من شاهده، وهو يرتجف ألما من الحروق البالغة التي أصيب بها من جراء قذائف صاروخية تحمل مادة النابالم الحارقة والمحرمة دوليا. وفيما نقل الطفل المصاب إلى أحد المستشفيات، رجحت معلومات أن يكون مصدر تلك القذائف الكلية الحربية الواقعة على مشارف الحي. حصل قصف قذائف النابالم على حي الوار 27/8/2016 يوم السبت حي الوار. أعربت جامعة الدول العربية عن تحفظها إزاء الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين الحكومة السورية والمعارضة لإنهاء الحصار المفروض على مدينة دارية في ريف دمشق. ورأى الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط في بيان أن الاتفاق هذا يمثل تطورا مثيرا للقلق، خصوصا أنه لم يجري تحت رعاية الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هناك خطرا في مثل هذا النمط من الاتفاقيات لتسوية أوضاع بعض المدن والمناطق السورية. وأكد أن مسألة تفريغ المدن من سكانها الأصليين وإجبارهم على مغادرتها تحت التهديد تعد مخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني. وأضاف البيان إن هذا قد يمهد لتسويات مشابهة تنطوي على تغيير ديموغرافي لأوضاع المدن السورية، ما يرتب آثارا سيصعب محوها على مستقبل سوريا وشعبها كبلد موحد. وبهذا الموقف يكون أحمد أبو الغيط قد أهدى إسرائيل أولى جوائزه كأمين عام على رأس جامعة العربية، لأن إسرائيل أول المتضررين من أي اتفاق في دارية ومن أي اتفاقات شبيهة تبقيها خارج السيطرة والقرار. العراق يطلب رسميا من السعودية استبدال سفيرها لتجاوزه مهمته الدبلوماسية. بعدما اتهمه وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري بالتدخل في شؤون بلاده الداخلية، طلبت العراق من المملكة العربية السعودية استبدال سفيرها في بغداد تامر السبهان. ويشن السبهان هجوما متكررا على هيئة الحشد الشعبي العراقية، واصفا إياها بالجماعة الإرهابية، ومتهما إياها بارتكاب انتهاكات ضد المواطنين السنة في العراق خلال حربها ضد تنظيم داعش الإرهابي. وقد أكد السبهان أن سياسة المملكة ثابتة ولا ترتبط بالأشخاص، وهي لن تتخلى عن عروبة العراق، مشيرا إلى أن بلاده تتفهم الضغوط التي يفرضها مستشارون عسكريون من دول أخرى على العراقيين، في إشارة إلى التدخل الإيراني. هذا القرار من الحكومة العراقية لإبعاد الحرج عنها بعد أن طالبنا بإيضاح أو طلب توضيح بخصوص تصريحات أحد قادة الحشد الإرهابيين بشأن باب الاغتيال وأنه شرف لهم،
قد يكون هذا إبعاد عن الحرج لهم أو لتنفيذ أجندات معينة، لكن المملكة العربية السعودية سوف تبقى سياستها كما هي عليه في العراق ولم يتغير من هذا الشيء. يذكر أن السبهان هو أول سفير تعينه الرياض في بغداد منذ إعادة فتح السفارة السعودية في العاصمة العراقية في كانون الأول الماضي، وكانت السفارة قد أغلقت عقب الغزو العراقي للكويت في آب عام 90. يستعد الفاتيكان لإقامة مراسم لإعلان الأم تريزا قديسة لكنيسة الروم الكاثوليك في الرابع من أيلول المقبل. وتمت الأعمال الخيرية التي بدأتها الأم تريزا بمفردها قبل 50 عاما في الأحياء الفقيرة لكالكوتا أكثر المدن الهندية فقرا وأكبرها من حيث عدد السكان، لتمس قلوب الناس من جميع الأديان في مختلف أنحاء العالم. وولدت الأم تريزا يوم 27 من آب عام 1910 لوالدين ألبانيين في سكوبي التي كانت تتبع يوغسلافيا في ذلك الوقت. وسافرت عام 29 إلى كالكوتا حين كان عمرها 18 عاما فقط، وتعلمت الجغرافيا في مدرسة تابعة لدير. وبعد 20 عاما افتتحت أولى مدارسها في أحياء كالكوتا الفقيرة، وهناك أسست إرسالياتها الخيرية التي تدير منازل لضحايا الإهمال والفقر والمرض من مختلف أنحاء العالم. ووصلت أعمال تريزا الخيرية إلى سكان الأحياء الفقيرة وضحايا المجاعات ومرضى الإيدز، وفازت بجائزة نوبل للسلام عام 79. وتوفيت الأم تريزا عام 97 وكانت تبلغ من العمر 87 عاما. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل جرى تبديلها في المستشفى. أهلا بكم من جديد. الأخبار الفنية في تقرير لشادي خليفة. اللي بيختلفوا بالسياسة بيجتمعوا على صوتة. الجماهير اللي انكفأت نسبياً عن الحشد بساحات التظاهر منلاقيها عم بتشكل تظاهرة حاشدة لحضور حفلة جوليا بطرس. الصيف اتطوج فيها بأغنيات تنوعت وتنقلت من الثورة لرفض الإرهاب للحب والدبكة. قدمت جوليا بطرس أمس حفلها أنا مين، والجمهور أجابها بشوقه واشتياقه وتفاعله معها. جوليا الوطنية صاحبة القضية، بصوتها سحر يجمع الدفء في الأغنيات الرومانسية والعنفوان في الأغنيات الثورية. هو أكبر مهرجان على الإطلاق لعام 2016 من حيث التقنيات والحضور. أكثر من 8000 شخص تجمهروا في الواجهة البحرية لمنطقة الطبي للاستمتاع بصوت وحضور فنانة هي وجهان لعملة واحدة، الفن الراقي والهادف. جوليا غنت الحب، الغربة، المقاومة والوطن. هو الحفل الذي جمع أقطاب السياسة فكان ميثاقي بكل معنى الكلمة. جوليا إلى نكهة خاصة، وهالجمهور كله اليوم جاي تيشوفها طبعا، وقلوا طرطوش كبيري معالي الوزير كمان بهالنهار بزي. لا بالعكس، أنا اليوم مني معالي الوزير، قلت لهم أنا اليوم قلت لهم جاي شخص أحضر جوليا. بدنا نقول لها تعلم شوي سياسيين يجتمعوا مثل ما جامعة كل الناس. هي بشخصها بتجسد المسائية. للمرة الأولى ردت جوليا جميل عائلتها على الملأ، من الياسها محقق أحلامها إلى ابنها سامر الذي غنت له سنة حلوة يا جميل، مرورا بشقيقتها صوفي كاتمة أسرارها وصاحبة الصوت الجميل التي غنت معها على المسرح حبيبي، وصولا إلى زياد المبدع ورفيق الدرب. يا
جوليا التي سجلت استنكارها لكافة أعمال العنف والدمار قالت إنها فكرت بأغنية أنامين بشهداء لبنان وبسوريا الجريحة والعراق النازف، وأن الأغنية صرخة للعدالة في وجه الإرهاب والقتل والظلم. فكرت بكل لبنان وفكرت بشهداء لبنان، بس ما بنكر إني فكرت كمان بسوريا الجريحة وبالعراقي اللي عم ينزف. أنا مين؟ صرخة للعدالة بوجه الإرهاب، بوجه القتل، بوجه الظلم. جوليا التي غنت ألبومها الجديد أنامين تزامناً مع صدوره قدمت قديمها الذي لا يموت من غابة شمس الحق، أحبائي، أنا بتنفس حرية وغيرها. باختصار هيدي جوليا بطرس، وما في كلام ينضاف ليوصفها ويوصف حفل امبارح. عودة لعندك سمر. وإلى مواقع التواصل الاجتماعي مع نور. مرحبا. بداية ترندز اليوم مع الخبر يلي ضج المواقع لليون سوانسون وديفيد تيت، رجلين من كندا اكتشفوا بعد 41 سنة انهم تبدلوا عن طريق الخطأ بالمستشفى سنة 1975 وقت خلقه. سوانسون وتيت بتجمعهم صداقة قديمة، فهن ساكنين بالبلدة نفسها وعيالهم قريبة من بعضها. فحص الدي ان اي اكد بعد كل هالسنين انه بوقتها كل طفل انعطى لام واب الطفل الاخر. يلي دفعهم بانهم يعملوا هالفحص هو الحادثه ذاتها يلي صارت مع رجلين بنفس المستشفى بتشرين الثاني يلي مضى. اكدوا الوزراء المعنيين انه هالحادثه تعتبر جريمه، فهالناس حياتهم انسرقت منهم والتحقيقات رح تبدا فورا. بعد خبر منع البوركيني بفرنسا واعتبار الناس انه هيدا ظلم واعتداء على الدين الاسلامي، اطلقوا المغردين حمله على تويتر بيطلبوا فيها منع السبيدوز للرجال، منهم اعتبروا هاللباس يلي بينوجد منه كثير بفرنسا مهين لانه بيكشف للناس منظر مش حابين يشوفوه، وغيرهم تساءلوا كيف معقول يكون اللباس يلي بيغطي الجسم ممنوع واللباس يلي بيكشفه تقريبا كله مش ممنوع. وآخر أخبارنا مع المرشح لرئاسة أمريكا دونالد ترامب يلي اعتبروا الناس أنه جرب يستفيد من مقتل قرايبته للاعب الـ NBA دوين ويد للحصول على أصوات الـ African Americans. ترامب تلقى انتقادات كثيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد التغريدة يلي نشرها ويلي بتقول مقتل قرايبته لدوين ويد ببرهن أنه يلي قلته أنا كان صح وهالشعب رح يصوت لترامب. وما تنسوا انه فيكم تتابعوا اخبارنا على صفحه ترندز على الفيسبوك او على صفحتي انا انستغرام فيسبوك وتويتر. هول كانوا ترندز اليوم، بنشوفكم بكره بنشره جديده. كان في النشره بطرس حرب يهدد بالخروج من الحكومه. بدعي الحكومه كلها سوا يعني عم تدعي الحكومه للاستقالة لئلا نكون شركاء في ضرب النظام السياسي في هالبلد. جسر يجمع حزب الله والقوات عند ريف الضاحية. تطرقنا للموضوع الرئاسي، رئاسة الجمهورية، وخاصة أنه في مرشح مشترك. في حرب اللعنات استبدال عماد بعماد ورفع علم التيار على منزل شبطيني. ملعون يلي بيخرب البلد، ملعون يلي ما بيخلي رئيس جمهورية يوصل على مركز رئيس الجمهورية. بيروت تنقل نفاياتها إلى المتن هدية للكتائب والتشناق. هو ضغط لحتى اللي بالآخر تجي تخالف القوانين الدولية وتطمر البحر. حزب الله يضع الأزمة عند الإخوة الأعداء ويعلن أنه مبتلي. نحن مبتليين بحزب المستقبل.
وكان في النشرة ليلة حشد جوليا. النشرة شكرا للمتابعة وتصبحون على خير.